دولة الإمارات أرض النجاحات والقصص الملهمة، تثبت كل يوم تفردها في مبادرات وفعاليات تجذب قادة العالم ورموزه. دولة زرعت الإيمان بالعمل الدؤوب لتقدم للعالم أجمع تجربة مغايرة، وتأتي إنجازاتها في دعم وتمكين المرأة في صلب هذه التجربة. ويترجم الإيمان بأدوار المرأة في مبادرات عدة، من أبرزها استضافة دبي لمنتدى المرأة العالمي في 16 و17 من فبراير بمشاركة 100 شخصية قيادية ملهمة. المنتدى في دورته الثانية يناقش قوة التأثير ويستضيف شخصيات عالمية وضعت كل منها بصمة خاصة في مجالها، ومن أبرزهن تيريزا مي رئيسة وزراء بريطانيا السابقة التي تعد ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة المتحدة، ولقبت بمارغريت تاتشر الجديدة، وأيضاً دخلت التاريخ بوصفها الأطول خدمة في منصب وزير الداخلية ببريطانيا، ولطالما أثبتت تأييدها للتوازن بين الجنسين في الحياة السياسية. وتحل إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً ضيفة رئيسية على المنتدى، وقد شكلت نموذجاً داعماً لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة. وتحقيقاً لرؤيتها، أطلقت ترامب في عام 2019 مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة، الهادفة لدفع 50 مليون امرأة نحو النجاح الاقتصادي في البلدان النامية بحلول عام 2025. ومن عالم المال، تطل الاقتصادية البلغارية كريستالينا جيورجيفا كأول شخصية من الدول الناشئة تتولى منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي. وقد آمنت جيورجيفا بتمكين النساء والمساواة بين الجنسين كقضية إنمائية أساسية.